سمع الله لمن حمده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده. لا إله إلا الله الكريم التواب، اللطيف الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت الجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاهدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به في الجنان الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم، وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين.
اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى ذليل خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع أمورنا راجعين ولك في جميع أمورنا شاكرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك يحب بحبك الناس ونعالي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والموفين كبالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن الصدق إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخزلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة اللهم إني على ديني بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل
وعلى جميع ذلك بلطفك المغضي إلى رضاك المنتهي إلى جنتك المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا غوثا يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأضعف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك أنت الواحد لا شريك لك والملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تحصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتحصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حذت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات يا مكفر السيئات يا مضاعف الحسنات يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا عظيم المن يا كريم الصف يا حسن التجاوز يا من ستر القبيح يا من ستر القبيح وأظهر الحسن وأظهر الحسن. يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا باسط اليدين بالعطايا. أعطنا سبلنا وأجب دعاءنا وأعتق رقابنا وكفر عنا سيئاتنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجثيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به الجباس. سبحان العظيم الوهاب سبحان الغفار التواب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليك، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا ربنا سواك فندعوه، ولا ملك لنا غيرك فنرجوه، ما المطلوب وأنت المطلوب، ومن نسألك وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم، يا جواد يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنة